سلام، مرحبا بكم. اليوم باش نعطيكم بروغرام اوفيسيال بالنسبه للباك سيونس اللي هو نورمالمون ما صارش عليه حتى تغيير. نورمالمون باش نقراو بروغرام من الاول. دونك بالنسبه للفيزيك باش نبداو بالكوندنساتور، الدرس الثاني اللي هو دونك الشابيتر الاول اللي هو كوندنساتور وديبول ار سي. دونك هنا راهو نقراو في البارتي الكتريك. دونك لهنا من بعد عندنا البوبين ديبول ار ال بوي ال ال سي ليبر. دونك ال ال سي ليبر واش عندنا؟ ليبر نو امورتي وليبر امورتي. بوي عندنا اللوسون اللي بعد اللي هو ال ال سي فورسي. توا نكملوا الكتريك باش ندخلوا في البارتي ميكانيك. دونك لهنا باش ندخلوا في البونديل الاستيك. دونك لهنا لقيناه في الالكتريك. دونك باش نعملوا الانالوجي نتاعو في الميكانيك. باش نبداو بالهنا اوسيلاسيون ليبر نو امورتي. اوسيلاسيون ليبر امورتي هذا كل راه بالنسبه للميكانيك. وبعد فينالمون اون فا فينير بار لي اوسيلاسيون ميكانيك فورسي. من بعد تجي شابيتر لوند اللي هو شابيتر كبير برشا في برشا دروس. من بعد لوند نقرو سبيكتر وي اون فا فينير بار فيزيك نوكليير. بالنسبه للشيمي باش نبداو الشابيتر رقم واحد اللي هو سينيتيك شيميك. دونك باش نقرو لافونسمون والفيتيس اللي هنا. من بعد باش نقرو اكليبر شيميك اللي هنا باش نشوفو الاستيريفيكاسيون اي ليدوليز والتي بي نتاعها. من بعد عندنا رياكسيون اسيد باز. دونك هذا محور كبير في الدوزاج وفيه البي هاش انسيد سويت. من بعد عندنا ليزاميد والديريفي نتاعهم. اي بوي اون فا فينير بار لابيل الكتروشيميك. هذا بالنسبه للبروغرام الباك سيونس. انتظروني جاي بالنسبه للباك مات والباك تكنيك والباك انفو.